نظم فريق الدعم الصحي أكسجين أمسية رمضانية بعنوان الصوم والصحة، وذلك بقاعة والي سويق بمحافظة شمال الباطنة. اشتملت الأمسية على فقرات تثقيفية وصحية منوعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد. شك عدد من المواطنين للشبيبة بحلة السدر بولاية السيب عن عدم وجود الخدمات الأساسية في مخططات المنطقة كانعدام إمدادات المياه والطرق المرصوفة، ما يثقل كاهلهم في توفير تلك الخدمات بأنفسهم عند بناء منازلهم. أعلن مركز رصد الزلازل عن حدوث هزة أرضية في بحر العرب فجر اليوم بلغت قوته 5 درجات و14 درجة على مقياس ريختر، ويبعد الزلزال عن صلالة بحوالي 357 كيلومترا. تنظم دار الأوبرا السلطانية مسقط يوم الاثنين المقبل أمسية ثقافية وفنية تحت عنوان فوانيس، وستشمل الفعالية المجانية معارض للتراث العماني ومعرضا للمساجد العمانية تتخللها أصلات موسيقية وإنشادية. المديرية العامة للأرصاد الجوية تعلن عن تكثف السحب المنخفضة على الساحل الجنوبي الشرقي ومحافظة ظفار، مع فرص لتساقط الرذاذ لاحقا وتدفق السحب على محافظة مسندم.